لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به مر بأقوام في مثل التنور لهم أصوات، إذا ظهرت إليهم نار ضوضوا صرخوا من أليم العقاب. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء قال: هؤلاء الزنا والزواني، نعوذ بالله من الزنا، والزنا أمره عظيم. لما جاء ذلكم الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فقال الصحابة: ما أكفف عن هذا، ما هذا السؤال الذي تسأل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام: أذنه، اقترب. فقال فاقترب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ ترضى أن يزني الناس بأمك؟ قال: لا والله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاته. إذا تيسرت لك السبل أن تفعل هذه الجريمة النكراء فتذكر هذا الحديث.